الطعام الأصل في الطعام الحل. الطعام عندنا إما أن يكون حيوان، يعني مثلا بقر أو غنم أو دجاج أو إبل، نعم، فيحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع كالأسد الكلب أكرمكم الله. الخنزير، الحمار الأهلي، الحشرات لأنها مضرة، الخبائث خبيثة، نعم. أما من غير الحيوان الأصل فيه الحل إلا إذا كان يضر، نعم، كالسم مثلا أو الخبائث. الحيوان لا يكون حلال إلا بالذكاء الشرعية، يعني لا بد أن يذبح أو ينحر مع التسمية. إلا السمك، نعم. أما الأشربة الأصل فيها الحل إلا الخمر. الخمر أم الخبائث، يعني وتجمع كل الخبائث تجدها يعني لها أم وهي الخمر. يعني الخمر أصل كل خبيث، فيحرم الخمر قليل وكثير، نعم. وإذا تحققنا أن هذا خمر يحرم ولا يباع،